مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الحصري مع معالي وزير التربية والتعليم اللبناني الدكتور عباس الحلبي. أهلا بك معالي الوزير. نبدأ مباشرة بالملف الهام الخاص بطلبة الدراسات العليا العراقيين الذين يتابعون الدراسة في جامعة لبنان. بداية، لماذا يتأخر تصديق معادلات شهادات هؤلاء الطلاب لأشهر؟ أول شيء اسمحي لي رحب فيكم وأكد حرصنا وحرص الحكومة اللبنانية وحرص وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان على أفضل العلاقات مع الأخوة العراقيين حكومة وطلاب، ونحن منرحب بالطلبة العراقيين الذين يأتون لتلقي التدريس في لبنان في الجامعات اللبنانية، ونحاول أن نعالج كل ما يتصل بهذا الملف. طبعا لبنان ليس في وضع طبيعي، والأعداد التي تلقت الشهادات في الجامعات اللبنانية وتحديدا في جامعتين في لبنان بالفترة السابقة، فترة الكوفيد الوباء وفترة الإضراب وفترة الثورة في لبنان، كل هذه تراكمت، وكانت وزارة التربية شبه مشلولة لجهة عمل الموظفين. حتى في الفترة الأخيرة نحن اضطرينا أنه نشجع الموظفين على الاتيان إلى مراكز عملهم لتلبية ليس فقط طلبات الطلبة العراقيين وأيضا كمان طلبات اللبنانيين. القصور في عدد الموظفين هو الذي أدى إلى هذا التراكم، وكثرة الشهادات التي أصديت في فترة زمنية قصيرة بما شكل أحيانا مخالفات لدى هذه الجامعات لقانون التعليم العالي في لبنان. نحن نعالج آثار هذا الملف حاليا. حاولنا بالطرق العادية، شفنا أنه الدوام المعطى للموظفين لا يكفي لتلبية طلبات الطلبة العراقيين، لذلك لجأنا بمباحثاتنا مع الإخوة في السفارة ومع الاتصالات التي جرت في السلطات العراقية إلى ما أسمينا البروتوكول التعاون بين وزارة التعليم في العراق ووزارة التربية والتعليم العالي في لبنان. ماذا يقول هذا البروتوكول؟ هو نوع من وضع آلية سهلة لتمكين الطلبة العراقيين من الحصول على المعادلات المطلوبة والوثائق المطلوبة بسرعة لدى وزارة التربية والتعليم العالي، وهذا ما بشرنا به عمليا. ولكن عفوا معاليك، يعني في طلاب، هناك الكثير من الطلاب الذين يقولون أنه برغم صدور هذا البروتوكول لا يزال يعني معادلة الشهادات تتأخر في وزارة التربية حتى على الموظف المعتمد من قبل الجامعات الخاصة. لماذا؟ نحن اللي ما تنسى أنه هذا البروتوكول كان له آلية تنفيذية، يعني انك تفتح حساب للوزارة في لدى شركة OMT، توقيع العقد مع OMT، في اشياء تقنية لوجستية هي اللي كانت سبب التأخير. بعدين استعداد وزارة التربية لتلقي الكم الهائل من هذه الطلبات نسبة لعدد الموظفين العاملين في الوزارة. انا في يقول حاليا، ما بدي أطلع كتير على الفترة السابقة وأستميح أخواننا الطلاب وأبنائنا الطلاب عذرا، لأنه بالفترة السابقة حصلت مغالطات كتير وحصلت تجاوزات كتير. نحن عم نحاول ننظم هذه العلاقة لمصلحة الطلاب ولمصلحة الشفافية في وزارة التربية، لأنه اللي صار بالسابق دخول أشخاص سماسرة للأسف على خط التواصل بين الطلبة وبين بعض الموظفين، مما أجبرنا على إجراء تغييرات نحن في جهاز العامل لدى الوزارة، لأنه اكتشفنا هذا الأمر، وبالتالي طلبنا من السلطات الأمنية أن تجري التحقيقات المناسبة وترتب المسؤوليات على هذا الأساس. ولكن بالمقابل في يقول هلق بكل راحة الضمير أن العقد مع OMT صار ماشي، كل فروع OMT في الجمهورية اللبنانية صارت قابلة أن تتلقى هذه المعاملات.
بالنسبة للجامعات هناك تعميم سيصدر بهاليومين لتحديد آلية بالتفصيل في كيفية تزويد المندوبي جامعات استكمال الملفات الخاصة بكل طلب، لأنه بلشت الجامعات تودعنا صحيح ملفات، ولكن في بعض النقص في تكوين هذه الملفات اللي ما بتمكن لجنة معادلات الجامعية من البت بالطلبات. ذكرت معالي الوزير أنه تم إقالة أشخاص من الوزارة، وفي طلاب يعني عم بيقولوا لحد الآن رغم اعتماد شخص مخول من قبل الجامعات لتصديق الشهادات، ولكن بعد في سماسرة عم بيقوم حتى بالتواصل مع هؤلاء. يا سيدتي صار بيشتغل إذا في زبون عم بيلبي، يعني أنا بتمنى على الطلب العراقيين أن يوقفوا هذا الأمر بكل صراحة. يعني في أزمة معيشية في لبنان، ما في ناس يمكن محتاجة لهالأمر. لتتم عملية الرشوة بده يكون في فريقين، فريق عم بيعرض الرشوة وفريق عم بيتلقى الرشوة. يعني نحن عم نشتغل على موضوع وقف من يتلقى الرشوة، وهذا اللي عم بقول لك اياه وبكل راحة ضمير، انه المعلومات في قوى الأمن وأمن الدولة يجيان كلاهما تحقيق بهذا الموضوع، وأنا يعني طالب منهم الضرب بيد من حديد لوقف هذه المهزلة اللي شهدناها في الفترة السابقة، ولكن كمان مطلوب من الطلبة العراقيين أنه يؤمنوا أنه صاروا بيوصلوا لحقهم بأقل كلفة ممكنة، لأنه هذا حق الحصول على الخدمة من وزارة التربية وفق أحكام البروتوكول اللي جرى توقيعه بيني وبين معالي وزير التعليم في العراق. نعم معاليك، بخصوص التصديق الجدارية اللي هي الشهادة النهائية أيضاً كمان عم تاخد أشهر، وعلماً أنه هي الشهادة النهائية التصديق صار عنا عم بيتلبى بخلال 24 ساعة، ما عاد في مشكلة، وهي جزء من التغييرات اللي عملناها الآن. يعني يمكن أن نقول للطلبة أن هذه المشكلة المصادقات صارت عم تنتهي بأسرع ما يمكن. بموضوع حركة المرور معاليك، عم يطلب من الطلبة العراقيين حركة مرور علماً أنه هني عم بيقدموا جواز السفر من ضمن أوراقهم من البداية، يعني وكمان هيدا الشيء كانوا عم بيقولوا عم بيؤدي لتأخير معادلة شهاداتهم. هلق في أشياء يعني بدنا نطول بالنا على بعض. إذا كان القانون اللبناني ينص على شكليات معينة لاستكمال تكوين الملف بدنا نتقيد فيه. يعني إذا راح طالب لبناني إلى العراق هناك كمان سلسلة شروط تلزمه بالتقيد بها. كل دولة عندها نظامها، ونحن نطلب أنه الكل يتقيدوا بالنظام المعمود فيه عنا. وفي إشياء مش نحن منقررها، موجودة بالأنظمة ونحن عم ننفذها. بموضوع نظام الوكالة، يعني في طلاب موظفين دولة، في أمهات عم بيكون أوقات بيضطروا أنه يوكلوا الشخص، ولكن بحسب ما قالوا الطلاب الوزارة عم تقبل أن يكون لمرة واحدة. ليش مش ممكن يوكلوا الشخص؟ لأنه الخشية من السمسرات اللي عم نحكي فيها، خلي يجي صاحب العلاقة مباشرة، وهلق بالبروتوكول صار هو في ما يجي. يعني صار في آلية جديدة لهالموضوع، ومنتمنى انه تعمم مثل ما نحن عممنا على موظفينا وعممنا على الجامعات، وعم نقول شو هو الآلية التي يجب اتباعها في هذا البروتوكول. بتأمل انا من سلطات بالعراق انه تعمم هذا الشيء كمان على طلب. ذكرتم معاليك أن هناك آلاف الطلبة العراقيين مقابل عدد قليل من الموظفين في وزارة التربية، ومقابل يعني كمان عدد أساتذة قليل بالجامعات. فإذا كنا عم نحكي أن الوزارة لا تستطيع أو لا تحتمل هذا الكم الهائل من الطلاب، لماذا يعني يتم قبولهم في الجامعات؟ هذا أمر عالجه مجلس التعليم العالي في وزارة التربية، وفي إجراءات اتخذت بحق المخالفين. كم هو عدد الطلاب معاليك طلبة الدراسات العليا العراقيين؟ ولا بالإحصائية منا قدامي هلق، بس أنا بعرف أنه في ألفات. خليني بس أعطيك فكرة حتى ما نحكي بالسلبيات تحكي بالإيجابيات. نحن استلمنا
منذ بدء تنفيذ هذا البروتوكول في مرحلتين، في مرحلة المعادلة الثانوية العامة اللي هي شرط أساسي للقبول بالجامعات، وفي معادلة الإجازة فيما بعد إذا الواحد بده يعمل ماجستير أو شيء. بالمرحلة الأولى نحن سلمونا في تحديداً جامعتين اللي هني، لأنه البروتوكول هو إذا بتريد يعالج ملفات متراكمة من جامعتين تحديداً عن الفترة السابقة اللي أشرت إليها، يعني فترة الكوفيد بعد 3-4 سنين شو تراكم أعداد في الطلبة العراقيين مستغلين التعليم عن بعد لحتى يسجلوا طلبة عراقيين ويعطوه الشهادات. نحن استلمنا تقريبا من احدى جامعات 1385 ملف، من الجامعة الثانية 598 ملف. هاي من وقت اللي البروتوكول بلش يشتغل. عدد الملفات الموقع من لجنة المعادلات عم بحكي الثانوية 687 ملف، يعني بفترة قصيرة. وبجامعة الثانية 565 ملف. عدد الملفات الجاهزة للتسليم اللي تلبت 265 ملف و565 ملف، يعني في أعداد بالميات لمعالجة ملفات بالألفات. وأنا بتأمل أنه إذا انشغل كما يجب وفق أحكام البروتوكول في عنا فترة قصيرة فينا نكون صفينا كل ما تراكم في السابق. نعم، بخصوص المنصة الإلكترونية معاليك اللي كانت تنظم العلاقة أو التواصل بين الطلبة العراقيين ووزارة التربية، لماذا تم إلغاؤها؟ لأنه صار في بروتوكول عن جديد، وطلبوا من الجامعات أنه يكونوا هن منتدبين عندهم معينين أشخاص يتابعون ملفات الطلبة العراقيين لدى وزارة التربية مشان نحصرها شوي. فيما يتعلق بالمكاتب التي تعلن عن نفسها بأنها تقوم بكتابة رسائل الماجستير بدل الطلبة، يعني هذه الظاهرة منتشرة الآن في لبنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هل لديكم سلطة عليها؟ ما عندي علم بهالشيء، ولو عندي علم بوقفه النهاردة، ما عندي علم بهالشيء. ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذ لإيقاف يعني هؤلاء؟ يعني أول شيء الجامعات صار سهل عن طريق الأنظمة المعلوماتية إنك تعرف مين كاتب ومنين سارق ومنين ناقل هالأشياء. أنا ما عندي علم هالشيء إنه عم بيصير. البعض يقول أن هناك مماطلة متعمدة من قبل يعني الجانب اللبناني لكي يتكبد الطالب العراقي المزيد من التكاليف في لبنان. يعني اسمحي لي مش صحيح هالكلام. نحن تعليماتنا واضحة في الوزارة، خدمة الطلبة العراقيين وخدمة كل الناس، مش بس فقط الطلبة العراقيين، لأنه أنت ما تنسي أنه لبنان هو مقصد للتعليم العالي. أنا بصراحة كلية بحب ما طلع بما جرى سابقا، بحب طلع من اليوم وبالطالع، وكتير متفائل أنه هذه القضايا التي شكى منها أبنائنا الطلبة العراقيين إن شاء الله أنه بتزول، لأنه نحن في عنا تصميم وقرار وإرادة بأنه نحفظ له حقه وياخد خدمته بكل كرامة وما يحتاج حدا. نختم عليك بسؤال حول طلاب المدارس العراقيين في لبنان وهم من اللاجئين، يعني نحن عم نشوف اللاجئين الفلسطينيين السوريين عم يتم مساعدتهم من قبل الأمم المتحدة لمتابعة دراستهم بلبنان، بينما العراقيين يعني الأمم المتحدة إذا بدك وقفت هذه المساعدة وعم بيواجهوا صعوبة كبيرة بأنه يتسجلوا بالمدارس الرسمية بلبنان، هل في إجراءات ممكن تتخذ لتسهيل أمور هؤلاء الطلبة؟ نحن أنا ماشي بسياسي وبحب أكد عليها، حق كل ولد على الأراضي اللبنانية أن يدخل إلى مدرسة وحقه مقدس بالتعليم، إن كان سوري أو لبناني أو فلسطيني أو عراقي أو صومالي أو سوداني أو شو ما كان. فما في مشكلة إطلاقا بأنه أي ولد عراقي يحتاج إلى الدخول إلى المدارس، نحن بكل حب نستقبله لأنه هذا حق مقدس لنا.
أهالي الطلاب عم بيقولوا إنه عم ينطروا سنتين ثلاثة أربعة لحتى يقدروا يعدلوا الشهادات لحتى يقدروا يسجلون بمدارس رسمية. لا، نحن ما على علمي إنه في هالعوائق أمامهم، وعلى كل حال إذا في حدا عنده شكوى أو شيء نحن حاضرين أن نبت بهذه الشكاوي وما نخلي حدا ينظلم إطلاقا. شكرا لك معالي الوزير على كل هذه التوضيحات، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. إلى اللقاء.